محسن وكرم، عادة البطولات الخليج تبرز لنا لاعبين يعني، وتكلمنا عنها قبل، لكن البطولة هذه ما شفنا نجم معين. يمكن بطولة جماعية عم بس. إيه يعني إحنا يعني المميز في البطولة الجمهور العراقي اللي حاضر. اللي حاضر كل المباريات. نعم. لكن كنجم خليجي يطلع يعني يصير له مستقبل ما في. على ذكر الجمهور، اليوم الأرقام الرسمية بتعد 465 ألف حضروا مباريات الدور الأول، أكبر عدد جمهور حضر في تاريخ بطولات الخليج، ولسه البطولة ما خلصت في تاريخها من يوم اللي طلقت حتى اليوم.